أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أفريكا انتليجنس، الموقع المقرب من المخابرات الخارجية الفرنسية، ينشر خبر اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري على مستشار سابق في إدارة الأمريكية، مستشار للرئيس الأمريكي من 2014 إلى 13 من 2015، فهو مستشار سابق لرئيس دولة الأمريكية. وجون باديستا لديه مركز للدراسات معروف بكاب، وهو الذي عمل كل الحملة الخاصة بالحرب على العراق من 2003، جاء تأسيس مركزه من أجل تبرير الحرب على العراق لدى الديمقراطيين، فكان من أبرز الشخصيات المهندسة لمثل هذا الإنجاز، خصوصا أن هذا المركز نفسه هو الذي قاد في أكثر من مرة محاولات عسيرة في تمرير ملفات لا يعتبرها الديمقراطيون من باب الأولوية، لكن عبر هذا اللوبي يمكن إنجازها أو الوصول إليها، خصوصا مثلا في الحرب على العراق على وجه التحديد. فعندما ينتصر مثل هذا المركز في هذه المهمة تحديدا، فإننا سنجد على أن نفس المركز يعتمد عليه الآن السيسي أولا، وهذا منطق سري جدا، هو بقاء المساعدات الأمريكية العسكرية بنفس الشأن إن لم يكن تطوير مثل هذه المساعدة. كذلك الشأن بأن هذا اللوبيست أو هذا المحامي الكاثوليكي من جهة ثانية ومؤسس لCenter of American Progress CAP الآن يحاول أن يجد جزئيا مبررات لاستمرار الدعم الأمريكي ورفعه باتجاه الحرب المصرية في سيناء والحرب على الإرهاب وغيرها من المبررات التي يسوقها جون بوديستا، لأنه منذ 2011 والعمليات كلها تنجز، والآن هناك اتفاق ما بين السيسي وما بين بوديستا وما بين رئيسة هذا المركز كاب الآن نويرا من أجل الوصول إلى نفس ما حققه بوديستا في 2013. ما حدث من عزل مرسي في مصر كان بواسطة مباشرة من بوديستا. بوديستا كما هو معلوم وكان مستشار بهذا الخصوص، هو الذي أقنع أوباما بالسير بعيدا مع السيسي، هذه زاوية ونقطة أساسية للغاية. وسبق لبوديستا أن كان مساعدا لمدير البيت الأبيض من 20 يناير 97 إلى 20 أكتوبر 98، فهو عمل في إدارة كلينتون أيضا، إذن هذه الشخصية تعرف كيف تتعاون. ببساطة يجب أن نعرف أن كاب لديه مبرر حقيقي للتعاون مع يمينيين، لأنه من البداية أي يعني أن الذي أسس حقيقة هذا المركز Center of American Progress كان هو جورج سوروس ب10 ملايين دولار، وهذا يعرفه المواكبون. لذلك اليوم هناك أكثر من 25 مليون دولار هي مصاريف لهذا المركز. لذلك فكان هدفه أساساً هو التعاطي مع الرؤية الرسمية أساساً والرؤية الدولاتية بين قوسين، التي الاستابليشمنت عموماً أو المؤسسة، والاستابليشمنت هو الذي يقرر بالأساس ما يكون عليه موقف كاب. هذه زاوية أولى. الزاوية الثانية هو أن الروس يعرفون جيداً ما موقع هذا المركز، يعني أننا أمام مركز الذي اخترقته المخابرات الروسية وجعلته هدفاً أساسياً. وبل أخطر من كل ذلك، بل إن الغارة أساساً، الغارة الإلكترونية على كاب على هذا المركز كان من أجل الوصول إلى المعلومات السرية التي سلمها السيسي إلى المركز للدفاع عنه بهذا الخصوص. والورقة المصرية تحت الرقم 61052 كان أساساً بالنسبة للمخابرات الروسية ووصلت إليها، يعني أن مضمون
الورقة ما بين الرئيس السيسي وما بين هذا المركز توصلت إليه المخابرات الروسية وهذا مكشوف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الشخصية هي التي بررت ما حدث من إقالة مرسي أو عزل مرسي والوصول إلى بالسيسي إلى الرئاسة، وكان مهما جدا بالنسبة لهذه الشخصية في الانتخابات على الخصوص أن يكون الوحيد الذي دافع على السيسي في كل طاقم أوباما، وكان السبب أساسا مرة أخرى السيسي في إبعاده في 2015. لما؟ لأنه قبل أن تكون الانتخابات كان هناك ما يسمى بالبيدوفيليين حول هيلاري كلينتون، وكانت هذه فضيحة لا داعي لذكرها لأنها أخلاقيا من غير الممكن أن أتطرق إليها. لذلك فهذه الشخصية المهووسة بهذا المرض الخطير جدا، المهووس بهذا المرض النفسي الخطير جدا، هذه الشخصية أقيلت لهذا السبب تحديدا، رغم أنه من 1949 هو أصلا من 49 هو سنة ميلاده، يعني أنه في شيخوخته. هذه الشخصية لديها كل الرغب في محاصرة الإسلاميين لأنها ضد مبادئهم أصلا، لا في البيدوفيلية ولا في المثلية ولا في غيرها. لذلك فهناك حنق شديد على هذا التيار أصلا، لأنه غير لا يمكن أن يكون ديمقراطي لأنه لا يؤمن بالحرية الجنسية وإلى آخره. إذن شخصية أساسا لديه هذه العقدة ولديه مثل هذا الموقف، هذا الذي يجب التأكيد عليه. والآن السلطات المصرية وعبر السيسي يحاول أن يجعل من نفس هذه الشخصية مدافعا له، كما كان مدافعا له في وقت سابق ضد مرسي ولرئاسته، لأن أوباما كان يرفض بشكل مطلق يمكن قبول عزل مرسي، ولكنه كان يرى بشكل مباشر أن البرادعي هو الرئيس المصري المحتمل والممكن في نظره على الأقل، وأن إخراج السيسي من وزارة الدفاع إلى الرئاسة كان غير مقبول لديه. من الذي سوق لمشروع السيسي؟ كان هو بوديستا، يعني أن الأمر المتعلق بالأساس بصفقة لم تحدث اليوم، إنما حدثت منذ وقت سالف، وفي 2014 على وجه التحديد كان هناك رغبة شرسة في الدفاع عن مرسي، في الدفاع عن السيسي والدفاع عن قيادة الجيش للدولة المصرية، لأن التيار المدني لم ينضج أو كسر أو سرق. على كل حال بالنسبة لما يعتقد على أن التيار الديني كان في مواجهة التيار المدني، على كل حال فهذه تبريرات مر عليها الحال. اليوم هناك دفاع شرس على المساعدات العسكرية، لأنه في أحد اللحظات كان بوديستا هو صاحب فكرة ما يسمى بالتعليق الجزئي لبعض الأسلحة فقط، وتواصل مع طاقم أوباما لتحديد مثل هذه الأسلحة، ثم أصبحت من التعليق من التجميد إلى التعليق، ومن ثم إلى التأجيل الجزئي، وبعدها إلى بعض الطرز التي تؤجل إلى بعد سنتين 13 شهر ثم 15 شهر. على كل حال كان بوديستا قد خدم السيسي بشكل رهيب. هذا هو الرجل في الإدارة أوباما الذي قلب كل التوازنات. هذه هي الشخصية اليوم التي يعتمد عليها السيسي مرة أخرى من أجل عدم المساس بالمساعدات الأمريكية العسكرية الموجهة إلى مصر في هذا الظرف تحديدا. واليوم هناك سعي خطير لأن لجنة العمليات بالنسبة لمصر تضم أيضا لورانس كورب المساعد السابق لرولاند ريغان. إذن هناك الريغانيين وهناك أيضا الديمقراطيين التقدميين، وبذلك فإن هذا المركز يجمع الورقة التي يمكن أن تخدم الجمهوريين وتخدم الديمقراطيين في الضغط من أجل عدم المساس بالمساعدات بل ورفعها،
لأن بالنسبة لمصر التي سكتت البندقية فيها في سيناء نتيجة هذه التطورات، فبعد بايدن سنلاحظ بشكل مباشر أن سيناء سكت رصاصها، لأن المعلوم هو أن هناك رغبة في عدم الوصول بالأمور إلى أصعب حد. يمكن لإدارة بايدن أن تراقب أو تحاسب الرئيس السيسي، لذلك فالعملية اليوم تجمدت في سيناء، تجمدت في كل مكان، والعملية حاليا مع بوديستا من أجل إعادة استئناف ما يجري، لأن بوديستا في نظر الجميع هو صاحب الصفقة بين قوسين السوداء مع أوباما من أجل تمرير رئاسة السيسي، وهناك من يعتقد على أن هذه الصفقة هي الصفقة البيضاء التي يمكن أن تحسب لملف بوديستا. وبالنسبة لبايدن فهو يرى على أن العملية كانت ضرورية في سيناء ولم يختارها الجيش المصري، ولذلك فإن الحرب على الإرهاب استطاع أن يتعامل معها الجيش المصري بعيدا عن التدخل الأمريكي، وهذا الذي جعل الأمور جيدة، لأن المصريين أيضا وقفوا إلى جانب الأمريكيين في التعامل مع تحديات ما كان يجري في ليبيا قبل التدخل المباشر عبر الدرون الأمريكي انطلاقا من تونس، وأيضا عبر العمليات الخاصة، ومن ثم عبر الهجمات الجوية المباشرة على مراكز داعش قبل أن يتطور الأمر إلى هجوم بري حرر سرت انطلاقا من الغرب، وهذا الذي جعل داعش تستنزف بشكل كبير من الغرب لتمهد لحفتر بالوصول إلى أسوار طرابلس. هذه هي العملية. على العموم بالنسبة لبوديستا اليوم صاحب الصفقة الحقيقية مع السيسي، والسيسي هو لديه أكثر من ملف مع بوديستا، ربما يكشف إلى أي حد تعاطى السيسي مع بوديستا انطلاقا من الورقة الروسية التي توصلت إليها المخابرات الروسية عبر اختراق مباشر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.